استاذ احمد، موضوع اتحاد الكوره والانتخابات زي ما قلت لك فتح باب الترشح، وخمس ايام عدوا ولسه ما فيش حد قدم اوراقه، ورغم ان مطالبات كتير جدا جدا بانتخابات اتحاد الكوره. سواء كان مطلوب من تعديل اللائحه، وان في بعض الامور كانت لازم تتظبط في اللائحه بتاعت اتحاد الكوره. انا مع القوائم المغلقه، بتدي اريحيه للمجلس اللي جاي، انتوا اخترتوا بعض ومتفقين مع بعض، في بقى خلافات داخليه في اي حاجه، انتوا في النهايه انتوا تتحملوا المسؤوليه كلكم مع بعض، ما ينفعش واحد يطلع يقول انا معترض او انا رافض، لا انتوا متفقين ومجتمعين على الاراء مع بعض. فدي كانت حاجه كويسه جدا وكنا بنطالب دوت. وبعدين حته ان يبقى في لجان بتدير اتحاد الكوره ده كان شيء مرفوض، لازم في مجلس منتخب، مجلس جايبه الجمعيه العموميه بتاعه اتحاد الكوره عشان تقدر تحاسبه والجمعيه العموميه تقدر تتحمل نتيجه اختيارها. النهارده اليوم الخامس محدش اتقدم، ده شيء متوقع. انا بالنسبه لي متوقع متوقع طبعا، لان انت عشان تبقى قايمه كامله والقايمه ليها ثلاثه احتياطي ده برضه صعب يا كابتن، يعني ان انت تتوافق مع كل الناس او تجيب كل الناس والناس تبقى قاعده متفقه مع بعضها، اعتقد ان هو هياخد وقت. وبعدين برضه الناس ما كانتش متوقعه ان الموضوع هيتم، يعني في كانت تشككات ان اللائحه لا مش هتتغير، لا هتتغير، في جوابات جايه من الفيفا، جوابات رايحه، فجيت توقيت اعتقد ان هو ضغط معظم الناس اللي عندها رغبه ان هي تترشح، والناس اللي بتتفق مع بعض او عايزه تعمل اتفاقات عشان نشكل قائمه موحده، قائمه متفقه نقدر نخش بيها. لسه الموضوع دوت يعني في تغييرات بتحصل، في تغييرات، في ناس بتدخل وفي ناس بتتفق وناس ما بتختلف مع بعض، فهو ده اللي مؤخرك. بس انا متوقع ان يعني على اخر يوم هيكون في قائمه او قائمتين متواجدين، كده ما نستشير بكره الحد والاثنين لحد 4 العصر، والاثنين هم اعتقد يعني هيبقى في قائمه او قائمتين داخلين. بس ده متوقع ان انت اول مره تخوض تجربه القائمه الموحده. تجربنا طبعا مع اتحاد الكوره كانت تجربه بسم الله ما شاء الله جميله جدا، تلاقي كل يوم خناقات وضرب وده بيعترض وده بيعمل مش عارف ايه، فان انت تخش بقائمه كامله تبقى احسن. هي هتبقى احسن، ده صعب ان انت تعمل توافق سريع. فانا متوقع ده، انا شايف ان ده شيء متوقع، مش بالنسبه لي مش غريب ان لحد دلوقتي بسمع. عندك معلومه مثلا مين القوائم اللي ممكن تكون موجوده؟ انت قلت لي ده طبيعي ان ممكن يستنوا. عندك توقع لقائمه او قائمتين شبه مكتملين؟ هي في قائمه تقريبا يعني شبه مكتمله دلوقتي، بيدوروا على عناصر الاحتياطي اللي موجوده فيها، اللي هي فيها الاستاذ جمال علام موجود فيها، الكابتن حازم امام، الكابتن بركات موجود فيها، موجود فيها الاستاذ محمد ابو الوفا موجود فيها، موجود فيها الاستاذه دينا الرفاعي. يعني دي تقريبا دي معظم الاسماء اللي موجوده اللي تم خلاص الاتفاق عليهم، وخلال يعني بكره ممكن يكون الاعلان عنهم رسميا اللي هم هيقدموا ورقهم. لو ما قدموش يوم الاحد هيبقوا يوم الاثنين موجودين هم يقدموا ورقهم. كان في بعض الاوراق في الفيش بيخلصوا في فيش، وفي تحليل مخدرات دلوقتي ده جديد في الانتخابات ديت، ان في تحليل مخدرات بيتعمل كمان. لا موجود في الانتخابات من فتره. لا لا ما كانش موجود في انتخابات اتحاد الكوره. اتحاد الكوره ما كانش موجود. اعتقد ان هو موجود في الانتخابات عامه. لا لا ما مش موجود في اي انتخابات نادي. لا ازاي؟ لا لا الانديه ما فيهاش. لا طبعا انا لا في انتخابات من 4 سنين. لا دي كانت لائحه خاصه داخل نادي الزمالك، دي كانت لائحه خاصه داخل نادي الزمالك، انما اللائحه الاسترشاديه اللي موجوده في الانديه واللوائح اللي موجوده في كل الاتحادات المصريه ما فيهاش تحليل مخدرات خالص. يمكن اتحاد الكوره اول اتحاد يعمل اللائحه ديت. بس اعتقد بند مهم. ده بند مهم جدا. بند مهم جدا. طبعا بند مهم جدا. انديه مصر كلها ما فيهاش البند دوت، يعني يمكن نادي او ناديين بالكثير اللي عندهم لوائح خاصه، لكن اللوائح الاسترشاديه ما فيهاش البند ده خالص. اعتقد هما تظبيط ورق، وهي دي القايمه الاقرب. يعني اعتقد ان الجمعيه العموميه معظم وفي الاستاذ احمد مجاهد اللي هو من المنصوره، احمد ابراهيم مجاهد ده من ضمن القايمه برضه. مش غير احمد مجاهد غيره. لا غير ده احمد ابراهيم مجاهد من المنصوره، ده ابن الكابتن ابراهيم مجاهد، ابن الكابتن ابراهيم مجاهد. ده برضه من ضمن القايمه اللي هي اعتقد ان الجمعيه العموميه معظم اعضاء الجمعيه العموميه متفقين عليهم، هم دول اللي هيقدموا اوراقهم بشكل كبير جدا، يا بكره يا بعده بالكتير.